السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ ورجعنا لكم مقطع جديد، ومقطعنا لليوم اللي هو تجديد السوق الأسبوعي في تحديث 6.1. فبسم الله بنبدأ في بدايات التحديث لأول تحديثات للسوق، فبندخل عليها وبنشوفها. طبعا زي ما احنا عارفين ومنتظرين المطرقة اللي هي أمامنا، طبعا بسعر 1680. يعني هاي المطرقة خلينا نستعرضها أمامكم. طبعا كمطرقة كشكل يعني شكل خرافي، يعني شايفين كيف الاكزوستات الطالعة منها زي موتور السيارة، ف والسنايبر الأوبليتر زي ما احنا كمان ننتظره وعارفين التسريبات اللي نزلت كنا نستنى هالاشياء. فقبل كل شيء يعني بتمنى كل واحد بتفرج على المقطع اللي ما ضغط زر اللايك يضغط زر اللايك. وبنشوف الايفنت ايتمز. الايفنت ايتمز عندنا الميجا بيس كايل، يعني من الكونستراكتر الكويس وحكينا عنه، وكبونص يعني ممتاز جدا للنينجا اللي هو البونص الثاني لما يروح شلدك وترمي قنبلة الدخان على طول راح يرجع الشيلد تبعك. يعني للتذكير اللي ما اشتراه لازم يشتريه لانه الايفنت هذا فيه جولد كثير. طبعا عندنا السرفايفر الذهبي ضروري جدا للي ما اشتراه لازم يشتريه. وطبعا عندنا الخزنات اللي هي بتفك عندنا القفل عن الهيرو او السلاح اللي هي بتزيد مساحة الانفنتوري عندنا. كمان برضو عندنا الديفندر المسدس اللي ما اشتراه يشتري. هاي بخصوص الاغراض بالايفنت ايتمز. وبننتقل على الويكلي ايتمز، فراح نشتري في البداية المطرقة اشتريناها ب 1680. وكمان عندنا السنايبر روبليتر، طبعا انا موجود عندي اوريدي، فراح ارد اشتري برضه الثاني، ما راح اخليه يفوت علي حتى لو عندي، راح اشتري يكون عندي منه نسختين. اوكي. وكمان عندنا الليجندري فلوكس. طبعا الليجندري فلوكس زي ما احنا عارفين اللي هو تقدر تحول اي هيرو ايبك لذهبي. فطبعا زي ما احنا شايفين عندنا اللي هو عندنا الباور بيس. الباور بيس من الكونستراكتر الممتاز جدا. فيعني اذا في عندك 50 فلكس وال50 اللي اشتريتها هون كنت انت محتاج الباور بيس، انت خلص امنت حالك بشخصية ذهبية. فعلى طول راح نشتري الفلكس كامل. طبعا هاي الاشياء اللي بنحكي عنها، يعني في ناس بيعرفوا الاشياء المهمة والاشياء المش مهمة، فاحنا في ناس جداد عندنا في القناة فلازم نفهمهم كل شيء مهم عندنا اول في اول. فقدامنا الخزنات زي ما حكينا اللي هي بتزيد مساحة الانفنتوري عندنا، لازم نشتريهم كمان برضو. اشتريناهم وضايل معانا 460 جولد. فطبعا الباور بيس ما راح اشتريه لانه موجود عندي ذهبي. طبعا موجود عندنا منجل تبع الهيلوين ما بنصح فيه، يعني منجل عادي او سايف عادي جدا. وعندنا ديفندر سنايبر ايبك للي ما عندهم ديفندرات سنايبر، تقدر تسلك امورك في الديفندر الايبك اللي سعره 600، راح يساعدك جدا في مهمات الفور بلايرز. يعني اذا انت كنت محتاج تنزل ديفندر بتلفله يعني على قد الليفل اللي انت موصله عن طريق شجرة السكيل، فبتطوره وبتقدر تساعدك كثير في المهمات. وبننزل على السرفايفر سكواد او سرفايفر سكواد سرفايفر عفوا اللي هو بتركبه بالسرفايفر سكواد وبتطوره، بترفع باورك وبترفع ليفلك شلدك هيلثك. هذا السرفايفر جدا مهم انكم تشتروه. اثنين موجود عندكم ايبك ب 250، يعني مجموعهم 500، مهم جدا. وعندنا الستورم شارد لازم نشتريه، وعندنا الاي اوف ستور برضو لازم نشتريه، وعندنا اللايتنج بوتل، وعندنا البيور دروب. طبعا هاي الاشياء اللي تكلمنا عنها كلياتها يعني بترجع لتطوير الهيرو، بترجع لتطوير السلاح، بترجع لتطوير الديفندر السيرفايفر، لكل التطويرات اللي انت بدك تطورها كلياته بخصم منك من هاي الاشياء. طبعا عندنا الايبك فلكس لازم نشتريه، عشان اذا كانت عندنا شخصية في اللون الازرق بدنا نحولها للايبك، ومن الايبك للذهبي تقدروا انتوا تعملوا هاي الطريقه وانا استخدمتها كثير. وعنا الفلكس الازرق كمان برضو نشتريه، انا كل اشي بشتريه طبعا لما ارد افلل الذهب راح اشتريهم. طبعا عنا البيركات الزرقاء
إجباري نشتريهم. وعندنا اللي هو البركات كمان الخضراء لازم نشتريها، واللي هو عندنا هون الشخصية الخضراء الأساسن سارة يعني ما بنصح فيها، يعني باللون الأخضر يعني عادية جدا. إذا كان عندك جولد زيادة بدك تشتريها وتلزقها بالكوليكشن بوك بتقدر تشتريها. وعندنا اللي هو المفكات، يعني مهمة جدا إن نشتريها، كم زي ما بتعرفوا هي اللي بنعدل فيها بركات أسلحتنا والأفخاخ عن طريق هاي المفكات، غير هيك ما بنقدر. وإذا بدنا نغير موهبة من فيزيكال لإنرجي بنحتاج ل 1500 مفك، فضروري جدا إن نشتريهم ما نفوتهم. وعندنا هون بعملة الديلي اللي هي العملة عملة البرونز اللي ب 700، اللي هو مسدس الصاروخ، يعني أنا راح أشتريه صراحة ولفله شغل طقطقة يعني لا أكثر ولا أقل، لأن أنا اشتريته ولزقته في الكوليكشن، فراح أرد أخليه عندي. طبعا عندنا اللي هون الفخ الوول، فخ الوول يعني عادي جدا وموارد تصنيعه قليلة جدا، فأنت بتقدر تشتريه وتطوره يعني مستوى عادي جدا، يعني لو 3 نجمات 4 نجمات يعني قد ما بتقدر تلفله بتلفله، بتخليه معاك يعني تصنع لك منه فخين ثلاث. اذا اجاك بوس او ميني بوس بده التراب، فانت بتقدر اي جدار قدامه على السريع تركب الفخ، اول ما يجي البوس بده يدمج الحيط راح يدمجه الفخ على طول، فيعني اللي ما عنده هذا الفخ بننصحكم فيه. فهيك بنكون شرحنا كل امور اللي هو الايفنت ايتمز والويكلي ايتمز. وكمان يعني بنحب نذكر بالباور بيس، مهم جدا انكم تشتروه للي ما عندهم باور بيس، يعني بالبثوث بنلعب في الباور بيس وبتشوفوا مهاراته وميزاته اللي فيه حلوة جدا. فمنروح على المطرقة اللي اشتريناها والسنايبر والمسدس، فعلى طول بنحط فيفرت على المطرقة، بنحط لها حفظ يا شباب. يعني في ناس بيقولوا لي، يعني اليوم كان واحد عندنا بالبث بيقول لي كسرت الريث بالغلط، فانتوا شايفين كل الاغراض اللي بستخدمها كلها عليها فيفوريت، ما بشيلها يعني، يعني الاشياء المفضلة عندي مستحيل اشيلها عنها، لانه يمكن انت بتسهى عنها وبالغلط بتكسرها. فطبعا بيركات اللي قدامنا اتاك سبيد حلو جدا، وموفنت سبيد ممتاز جدا، فيزيكال راح اغيرها انرجي طبعا، وهيفي اتاك انرجي طبعا لما تيجي نضغط اللي هو ال R2 او L2 لما يجي ينط عندنا في المطرقة. طبعا هي نفس مطرقة الوول او المطرقة الايفنت الوول تريب، فما راح يخصم منك انرجي كثير. ودمج ستاند اند نوكت اوكي. والموهبة الاخيرة هذه انمي وذ وبن انمي اوكي. فطبعا زي ما احنا عارفين المطرقة الامامنا اللي هي من ميزاتها انه كل ما بتدمج راح تزيد سرعتها، يعني كل ما اجينا ندمج فيها بتزيد عنا سرعتها بتزيد عنا سرعتها. فالمطرقة طبعا بث بكرة راح نعرضها ونلعب فيها، واكيد راح نبلش نرفع ليفلها وراح نجربها بكرة خلال البث، فراح نلفلها امامكم ونشوف الارقام اللي راح تطلع معانا. واكيد راح انا ارفعها، يعني هسه بشوف خيار الاوبسيديون او الكريستال، فخلينا نرفعها. طبعا ما في وقت انه نجربها وننزلكم اياها كتجربة، يعني بث بكرة راح تكون التجربة في المطرقة مع الهيرو المناسب والبونصات المناسبة مع هاي المطرقة ونجربها، والسنايبر راح نشوف البركات المناسبة اللي راح تكون راكبة عليه للناس اللي بدهم للسنايبر. بث بكرة ان شاء الله بنحكي لكم البركات المناسبة، بس انا جدا يعني مصدوم من البركات اللي اجتني، اتاك سبيد موفيت سبيد. فانا بدي اشوف الاتاك سبيد الموفيت سبيد اذا بحط بقدر اخليها اتاك سبيد، فراح اختار خلينا نشوف. يا سلام الاتاك سبيد لما ارفع كريستال بيرتفع عندي من 75 ل 83 اوكي. الدبرتي 75 بتنزل، امباكت من 3 الى 4 بيرفع من 3000 ل 4000،
الدمج من 13 ل 15 فأكيد شادو يعني على طول كريستال برفعها. يعني شفت الأرقام عندي اختلفت جدا. طبعا المطرقة من الأشياء اللي حلو فيها، كل ما بتدمج كل ما بتزيد سرعتها في الدمج، يعني بتصير معك سريعة. فبكرة راح نشوف خلال البث كيف راح تكون المطرقة معانا، فخلينا نشوف بيركاتها شو بنقدر نعدل على بيركاتها. اوكي هي اتاك انرجي طبعا، اوكي اتاك سبيد بنخليها. طب هون بنقدر ايش نغير فيها؟ عندنا امباكت، كريكتال ريتنج، كريكتال دمج، اوكي. وهون يعني انا بدي اخليها دمج ستان، يعني بخليها سنيرس للاشياء البطيئة اذا بدي اياها. فبنرفع بركاتها، نرفع بركاتها للناس يعني اللي ما بيعرفوا كيف يرفعوا البركات. هنا قاعدين نرفع ونعدل ونورديكم كيف اذا بدنا نعدل. وطبعا راح احولها لانيرجي، المطرقة تكون جاهزة معانا لانيرجي، وبنرفعها لازرق. طبعا اخر واحدة ملفلة معانا لازرق، البركات الازرق. طبعا راح نوقفها على التطويرات البركات اللون الزرقاء. فزي ما احنا شايفين حاليا بس غيرنا من فيزيكال لانيرجي. طبعا المطرقة امامنا هسه حاليا يعني اكيد بدها تعديلات على البركات، هذول البركين. راح نشوف شو البركات المناسبة مع التجربة ونركبها للمطرقة الامامنا الجديدة، وراح نجربها في الهيرو المناسب والبونص المناسب مع الهيرو. هيك وصلنا لنهاية مقطعنا للتحديث السوق الاسبوعي. فبتمنى من كل واحد تابعنا المقطع للنهاية، لا تنسى تقييمك للمقطع، كومنت، لايك، يعطيكم ألف عافية. ومنشوفكم ببث بكرة، لا تنسوا راح نوزع من المطرقة للناس اللي مش قادرين يلفلوها ويجربوها في إذن الله. والسلام عليكم.